منذ أكثر من شهر لم يتلقى الأئمة أجورهم بسبب أخطاء تقنية في ظل صمت وزارة الشؤون الدينية، وهو الأمر الذي دفع بنقابة الأئمة للتحرك من أجل الضغط عليها. والتفاصيل في تقرير محمد سعداوي. لم يتلقى الأئمة أجورهم للشهر الأخير لحد الآن، فرغم أنه تزامن وشهر رمضان وعيد الفطر، إلا أن الوزارة الوصية تأبى حل مشكل تأخر ضخ رواتبهم، رغم أن هذا السيناريو يتكرر منذ سنين وخلال نفس الفترة من السنة. مسألة الأجور المتعلقة بالأستاذ الأئمة تظهر في عدة سنوات هذا الإشكال، وفي إشكال تقني محض مرتبط بالميزانية والمراقب المالي وغيرها في ميزانية بعض الولايات، وفيه ربما في بعض التقاعس أو بعدم عامل الواجب الرسمي في أنه أجرة الأئمة وموظفي الشؤون ديال الأوقاف توصلهم في وقت قائما بالإمامة اللي هما 2000 منصب، في بعض الولايات لا يأخذون أجرتهم إلا بال6 أشهر. نقابة الأئمة من جهتها طالبت وزير الشؤون الدينية بإيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤثر بالسلب على عمل الأئمة. كيف أن الإمام يدعو الناس إلى الإنفاق وهو لا ينفق؟ كيف يدعيهم إلى الناس إلى العطاء وهو لا يعطي؟ كيف أن يوم العيد هما الناس معيدين هو مش معيد؟ يعني ما عندوش أجرته، ما وصلتوش الوقت هذا. مهما كان السبب، فدعوتي إلى السادة المدراء وإلى السيد معالي وزير الشؤون الأوقاف أن يكون هذا الموضوع في حزم. في كل خرجاته في الفترة الأخيرة يراهن الوزير محمد عيسى على الأئمة للحفاظ على المرجعية الدينية، لكن كيف لهم أن يتفرغوا لذلك وأجورهم زهيدة ولا يأخذونها في وقتها؟